اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل حواري مع ضيوفي الاعزاء، وهروح للمهندسه نرمين بليغ. وقعدت بيكو وابنك جنبك وجوزك قدامك وفتحت اللابتوب وقررت انك تدخلي ففتحت شركه. قولي لي يعني ايه فتحت شركه؟ انا فتحت شركه، انا فتحت مكتب. هو المكتب ابتدى زي ما قلت لحضرتك من اول ما اتخرجت. احكي لك هو حصل ازاي. تمام. انا كنت بشتغل في مكتب صغير، كنت بقبض 300 جنيه. اتصدمت فكر اداري ورؤيه ذكوريه. ورؤيه المهندسين تشعر ان هم ما فيش تمرين، كل واحد فينا قاعد على جهاز وما بيعملش اي حاجه. تمام. انا ماشيه في المكتب قررت اعمل مكتب، قلت هو احسن مني في ايه، انا اقدر اعمل مكتب. وشفت، بدات اراقب اشوف اعمل مكتب ازاي، ايه الحاجات اللي مضايقاني. دخلت معايا في مره في نقاش عشان اعرف هل انا اقدر اعمل مكتب ولا لا، وايه يعني. واحنا قاعدين يعني مره كده في الريست بتاع، قال لي بصي يا بنتي انت ما عندكيش حل غير اتنين، اول حاجه يا تعملي مكتب وما تتجوزيش، يا تتجوزي وما تعمليش مكتب. وش يعني اوكي. سكت، اكبر مني، مكتب بقاله فتره طويله، وانا قاعده بالليل بشرب كوبايه الشاي بلبن بتاعتي، قابلتني اوبرا وينفري. تمام. في نفس الوقت اللي انا كنت اوريدي قاعده على النت بشوف الناس شغاله بتعمل ايه، وقدمت زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده افكار فور فري، ولقيت ان الموضوع مطلوب. عملت شيء اللي حضرتك بتسال عليه، بس ده مش سر المهنه برضه. طيب. قعدت افكر اقول طب الناس دي تعرفني ازاي. انا اول ما ابتديت ما ابتديتش في مصر، ابتديت في الخليج، ويمكن هو دوت اللي كان نقطه ده بدون ادنى شك توفيق من ربنا، يعني اجتهاد مني ان انا بسعى في نقطه وفضل من الله. يعني قعدت افكر اقول ايه، هو موسم الحج قرب وانا كنت اعرف واحد سعودي، هبعت لك تعمل لي اعلان، هبعت لك صوره الاعلان، انت بس كل اللي عليك انت تطبعه وتوزع. فكري وقتها جاب كده. تمام. ويمكن يمكن حاجه اول واحد يعني الناس تسمع اول حاجه انا نفسي نسيتها، ما كنتش بقولها خالص. كويس. بعديها على طول افتكر ده كان في 2006، انا اتخرجت 2005 واشتغلت 2005، 2006 حصل الموقف دوت، 2007 في اوله قررت ان انا اعمل موقع وانا اللي عملته بايدي. قلت، قعدت افكر اقول هو انا واجهتي ايه، يعني الناس دي مش شايفاني وما تعرفنيش ومش واثقه فيا، ادخل لها ازاي، يعني تشوفني ازاي، تشوف شغلي ازاي. لازم يكون عن طريق واجهه، مكتب. تمام. طب المكتب ده مش موجود وما عنديش امكانيات وما عنديش اي فلوس، عشان انا كنتش اتجوزتي، ما كنتش لسه حاصل اي حاجه خالص. تمام. في ولا حاجه. فضلت اقرا ازاي اعمل ويب سايت، عملت ويب سايت من ورقه، والورقه دي كانت نفس الورقه اللي كان تصميمها الاعلان اللي انا نزلته في وقت الحج. لقيت الموضوع كويس جدا، وكانت خطوه بدات الناس تفهمها، بدا يجي له عملاء. بس ببلاش. كان عندي مشكله. ببلاش، بس انا كان عندي وقتها مشكله ان اول حاجه البلد ما تعرفش حاجه اسمها مكاتب الكترونيه خالص، يعني ما ايه سيستمها، ايه فكرتها، المفروض ازاي تاخد حقك انت كعميل وانا كمهندس او انا كمكتب، ما فيش اي حاجه من الكلام ده كله. وانت كطرف تاني عايز تثبت او عايز تتاكد اني انا عندي فعلا مكتب، او ان انا بشتغل فعلا وموثوق فيا، او اني انا في النقابه حتى، يعني ان انا مهندسه، ما انت ما حدش شايف حد. صحيح. انا بالصدفه كنت قاعده مع زميل ليا على النت، عنده صفحه على الفيس، وهو اللي قال لي فكره اني طب انت ليه ما تعمليش ان انت توثقي فكرتك في الشهر العقاري. كويس. ماشي، نجرب. فرحت وثقتي. رحت وثقتها. بعديها قلت انا ليه ما اطورش فكره المكتب، بدل ما اخليه من ورقه واحده اخليها صفحتين، يعني بدل ما اخليه صفحه واحده لا انا هخليه صفحتين. بس كان عندي مشكله بقى، الضغط عليا كتير، الناس طالبه، والاكتر من كده ان انا اصبح في يعني منتديات كتيره جدا طالبه اني انا اقدم الخدمه فور فري، بس استشاريه مش تصميم بس، يعني ان انا حضرتك عندك اي مشكله طب انا اقدم. وانا وافقت وقلت ليه، انا اخدتها من باب ان يعني. طيب كل ده علشان تنتشري.
لا يعني ده جزء انتشار الفترة الأولى ما فيش فلوس، جزء انتشار، والجزء الثانية إني أنا يعني ذكى عن العلم بتاعي أو صدقة جارية عن العلم بتاعي إن أنا أفيد الناس، وليه لا أنا ما أفيدش الناس في نفس الوقت. تمام. اللي عايز تصميم أصمم، واللي عايز مشكلة أقدر إن أنا أصلحها أو إن أنا أديله علم من علمي، واي نوت. أوكي. طيب أنا عايز أطور المسألة عشان تبقى بيزنس بقى، أصل ده خيال وجدعانة. أخدت معايا مهندس تاني. كويس. واحد. تمام. هي ما كانش هو، كانت واحدة. ماشي. اشتغلت معايا إنشائي. أنا كنت معماري، ما أنا خريجة هندسة معماري. أيوه، إزاي طورت الفكرة وخلتها بقت بفلوس؟ بدأت تقنع الناس ويبعتوا لك فلوس إزاي؟ ولا حاجة، أخدت ورقة وقلم وعملت سيستم. أنا كنت وقتها على قد دماغي، أنا بعمل لوحة. اللوحة ديت إديت لها رقم، إديت لها سعر. قد كده مثلا، 1 جنيه مثلا. خلاص؟ دخلت على النت وسألت كل الناس اللي أعرفها. هو سعر اللوحة جنيه؟ طيب سعر اللوحة جنيه في مصر، سعر اللوحة في السعودية قد ايه، سعر اللوحة في الامارات قد ايه، سعر اللوحة قد. وسألت نفسي انا اقدر اعمل اللوحة ديت ب 75 قرش؟ تمام. اقدر اعملها ب 75 قرش. طب يلا سعر اللوحة يا جماعة ب 75 قرش. ايوه، هيبعت لك الفلوس ازاي؟ ازاي يعني هتديهم خدمة ايه؟ هتبعت لهم الرسم ويقروه فيوافقوا فيدوك الفلوس، ولا بتاخد الفلوس الاول؟ بالظبط. لا انا اول ما ابتديت طبعا ما فيش حد، انا دكت كان بيضحك عليا يعني جامد جدا. كان بيحصل كالاتي، ان طلب مني، نفترض ان استاذ خيري عنده مشروع، عملت له المشروع ده كفكره، اخدها، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا شافني ولا شفته. تمام. لقيت ما شويه شويه اصبحت في المنتديات شخص موثوق فيه. اصبحت هي المشكله مش في الثقه فيك، المشكله في الثقه في الاخرين. انا زبون، هتثق فيا ازاي؟ لا المشكله كانت في الثقه فيا انا، ان استاذ خيري يثق في نرمين. طيب مجرد ما هو وثق وهو عنده نقطتين، عنده حاله اقتصاديه كويسه، تاني حاجه عنده نسبه مخاطره، هو عايز، هل نرمين هتقدر تقدم له فكره غير باقي المهندسين اللي حواليه في المنطقه اللي هو عايشها؟ طيب. ولا ده هو ضمن، انت تضمني ازاي بقى؟ ايه الضمان انك تاخدي فلوسك؟ عملت ايه وبيحولها لك ازاي؟ عقود. بتحول عن طريق يا اما حواله بنكيه. يعني بتعملوا عقد ويمضي عليه؟ طبعا. ما انا ممكن اجيب لك صوره اي حد بطاقه وابعت لك العقد، مش كله الكتروني؟ ممكن. هو طبعا هو طبعا الكتروني، او عن طريق اي شركه شحن، بنشحن العقود من الطرفين وتتمضي هنا وتتمضي هنا، وبيكون الكلام دوت لو حصلت اي مشكله بتنظر في المحاكم سواء السعوديه او المصريه. ده بتكتبوه في العقود؟ طبعا. وبتاخدي مبالغ زي ما حد بيروح مكتب كده ويقول له انا جاي لك علشان تعمل لي؟ لا طبعا. عماره، مش شركه؟ مش هيجي لي. مش هيجي لي. بتدي اسعار اقل؟ اقل متوسطه. لا انا متدنيه ولا انا في رقم فلكي، انا درست السوق وعرفت ازاي اكسب عميل، اكسب عميل في خدمه عملاء كويسه جدا يلاقيها احترام. بقى عندك عملاء قد ايه دلوقتي؟ اهو سؤال محرج. الخشب اهو ما تقلقيش. لا كتير الحمد لله، كتير. الفكره بقى مش فكره عملاء، انا بقى اقول بقى جزء تاني، فكره تنوع مشاريع. يعني انا عندي المكتب بتاعي زي ما هو يقدر يعمل فيلا 200 متر، يقدر يعمل مشروع ضخم 10 مليون متر. 10 مليون متر ده اكبر مشروع عملته الحمد لله. امسك الخشب تاني بقى اهو. فعلا 10 مليون متر ده كان فين؟ في انهي بلد؟ السعوديه. السعوديه. كان معاكي شركاء بيشتغلوا معاكي بقى، شركائك في المكتب، زملائك اللي ما تعرفوش؟ انا عندي زملاء من 3 اقسام عندي. قسم تصميمات، قسم ديكور، قسم حسابات كيمياء. انتوا بقى عاملين اتفاق وعقد بينكم انتوا الثلاثه وبتشتغلوا؟ امال ايه؟ سؤال جميل جدا. انا عندي زي ما قلت لحضرتك، احنا المكتب زي ما اقدر اشتغل فيلا 200 متر، اقدر اشتغل مشروع. تمام. كبير. طيب هل اللي يقدر يعمل فيلا 200 متر هو نفسه اللي يقدر يعمل؟ لا. ده لا. عشان كده نرجع للكارف زي ما قلت لحضرتك، فكر اداري من الاول خالص، ومتابعتي ان انا قاعده شايفه كل الناس، انا مديه ظهري، انا ببقى قاعده مديه ظهري لكل الزملاء، بس انا شايفاهم من شاشه الكمبيوتر عشان هي بتعكس. تمام. عشان هي بتعكس. المهندس بيقعد، وده شيء عام في كل مصر، قاعد من 9 لـ3:30 او من 9 لـ6 حسب الفتره، ما بيعملش اي حاجه لانه يقدر يخلص شغله في ساعه. انا ما عنديش كده، انا عندي مستوى معين لا اتنازل عنه. ايه هو بقى المستوى دوت؟ هضرب مثال تاني مع حضرتك، معلش. تضرب امثله كتير. ماشي. هو ده عيب القعده مع لما تبقى مهندسه ست. ماشي. استاذ خيري هيك متميز جدا معماري. تمام. وتقدر تعمل لي قصر، طلباتك اكس من الفلوس، حاضر. تقدر تخلصولي في قد ايه؟
اسبوع، لا انا يناسبني 3 ايام، عشان انا عندي يوم كمان مراجعه، ويوم كمان لما هرسله للعميل يبقى فيه تعديلات هيطلبها مني. انت بتشتغل تقدر. وسيط في النص وبتاخد فلوس بقى. انا بشتغل انا على فكره انا اساسا مهندسه معماريه. نعم. فانا زي ما قلت لحضرتك في الاول، انا زميله زي باقي الزملاء اللي معايا، انا بشتغل بايدي مش وسيطه. انا ايوه بس انت رحتي لحد اهو بيعمل الفيلا بشكل معين، فانت رحتي له واتفقتي معاه. انا اللي بصمم، لكن في جزء من في الكلام دوت مش تخصصي، جزء الانشائي مثلا مش تخصصي، فباجي الاستاذ خيري هو مهندس مثلا انشائي مش خيري بيعمل لك الجزء ده وتدي له الفلوس طبعا، وانت بس اللي واخده الصفقه كلها على بعض. طب مكتب بس بشرط. نعم. انه لازم يلتزم بمعايير جوده معينه، جوده سرعه التزام في تسليم. تمام اوكي، هرجع لك تاني في شويه حاجات ملتبسه عليا كده في الاخر، فهرجع لك فيها الفصل الجاي واروح لمحمد الشريف. قدمت استقالتك يا محمد وزو على بريطانيا. هو قدمت الاستقاله وعشان كنت اسافر بريطانيا كان في نقطتين لازم يتحلوا. نعم. او خلينا اقول 3 نقاط. انا هسافر لايه؟ انا عايز اتعلم، عايز اوصل لدرجه علميه افضل، طب هتعلم ايه؟ وتاني سؤال هجيب الفلوس منين؟ تالت سؤال حتى لو معايا الفلوس، حتى لو انا محدد جامعه مش هتقبلني الا ما يكون المستوى العلمي كويس ومستوى الانجليزي كويس جدا. فلما هنا كنت عشان احل اول مشكله الفلوس مثلا، كل ما قلت انا خلاص انا هصرف على نفسي كل ما انا ادخرته واهلي ساعدوني وبعت ما ايه اللي عندي، وقلت انا كل ده هيروح قصاد ان انا ايه هسافر وهتعلم. الكلام ده كان قبل ما اسافر ب6 شهور. طيب دلوقتي انا عايز اقوي الانجليزي عشان اخد الامتحان ويقبلوني. المستوى الاكاديمي الحمد لله انا خرجت جيد جدا، فقبلوا الايه؟ قالوا لي بس انت لازم تاخد امتحان انجليزي. فقلت انا هروح اشتغل كول سنتر ايجنت زي ما قلت لحضرتك. خلاص وطلعت التاني وطلعت والانجليزي بتاعي كويس قوي. فسافرت بريطانيا. لما جيت اسافر قررت انا قلت انا هدرس اعلام اجتماعي. انا كنت حاسس قبل 2011 في 2010 ان الاعلام الاجتماعي ده هو الترند دلوقتي اللي ماشي في الشرق الاوسط. قلت انا هدرس اعلام اجتماعي وتقنيات تفاعل. سافرت نفس الكلام، الاب والام روح وترجع بالسلامه والحماس والسعاده، ومسافر بقى بلد جديد وكالتشر جديده وتعامل جديد مع ناس جديده. طبعا مفيش بقى معظمهم انترناشونال ستودنتس، ما بتتكلمش عربي، انت طول ما انت قاعد عمال تتكلم لغه تانية، جو جديد، اكل جديد. قلت مش مشكله يعني ايه الحاجات دي كلها، انا ايه انا مسافر وعارف ان ده موجود. صدف ان انا مرضت وعملت عمليه جراحيه هناك. قعدت حوالي 2 شهر في الاوضه بظروف الصحيه بقى اللي هي ايه الشامله، لا انت بتاكل ولا بتشرب، وخسيت ساعتها في 1 شهر 15 كيلو. ف ما انساش طبعا قعدت مع المشرف بتاعي وقعد يمدح، ولما واحد يقعد يمدح فيك في الاول يعرف ان في مصيبه، انت كويس، انت ممتاز، انت هيبقى لك مستقبل ان شاء الله. انت هيبقى لك مستقبل، تروح بلدكوا بقى. بس هي الفكره ان احنا هنا بنقدم شهاده بدل الماجستير، والشهاده دي بتثبت انك حضرت ولظروف خارجه عن ارادتك خلاص، يعني انت هتاخد شهاده حضور مش هتاخد ايه ماجستير. فقلت له طيب، فطبعا انا بسمع الكلام مش عارف ارد اقول ايه. كل اللي بفكر فيه بقى طب الفلوس اللي انا صرفتها، طب وحياتي دي، طب والناس اللي مستنياني ارجع لهم بقى احمد زويل وارجع لهم جهبز. فسكت كده ما ردتش عليه ساعتها. قلت له طب يعني سيبني حضرتك ايه افكر بس اخد وقتي. فلما قعدت افكر كلمت مع الناس وكلمت مع الدعم، قالوا لي يا محمد انت لازم مش بس، احنا كنا خلصنا 3 ترمز، عندنا 3 ترمات. الترم الاول خلاص خلص وعداني والمواد اللي فيها كلها ما امتحنتهاش، وبدانا خلاص الترم الثاني وكنا داخلين في الامتحانات. فقالوا لي اللي انت بتطلبه مش بس انك تنجح، ده انت عايز تنجح وتاخد موافقه منهم انك تكمل في الترم الثاني والثالث وتقدم ايه ثيسز. فالفتره دي بقى
ساعتها كان يناير 2011. فلما قلت انا خلاص انا هشد حيلي، قامت الايه؟ الثورة. الثورة في مصر. كنت بكلم مرات اخويا عايز اتواصل، مش عارف اتواصل، الموبايلات ساعتها كانت كلها واقعة. فوجئت في مرة ان انا عرفت اوصل لهم. ها عاملين ايه والدنيا اخبارها ايه؟ الحق ده اخوك تحت وفي ضرب نار وبلطجية وعياط وانهيار بقى عصبي. قررت قلت انا ايه؟ هنزل. انا هنزل مصر. ورحت واتكلمت مع السوبرفايزر وقلت له انا عايز ايه؟ خلاص انا موافق واللي انتوا بتقولوه ايه؟ صح، وانا حاسس ان انا مش هقدر اكمل. طيب. انا هاخد الشهاده وانزل مصر. لما قعدت بقى ايه؟ افكر. بعديها قعدت مثلا حوالي اسبوع خلاص بجهز بقى شنطتي وحاجاتي. هنا بقى حته ان انت لما تتضرب وتقع لازم تسند عشان ما تقعش على الارض، اسند اسند تاني وقوم اقف. هنا بقى ده التحدي اللي حصل. ازاي؟ قعدت افكر قلت انا كده كده انا مسافر وكده كده الفلوس ضاعت عليا. يبقى انا لما هرجع مصر دلوقتي ما عنديش اي حاجه اكون كسبتها. قدمت التماس للجامعه ورفضته. ورفعت الموضوع من البلد اللي انا كنت فيها لرئاسه الجامعات كلها وقلت لهم انا هكمل وهنجح في المواد كلها وهبقى ديستنجويش، هبقى بني ادم مميز، طالب مميز، وهتخلوني ان انا ايه؟ كمان اقدم الثيسس وهنجح في الثيسس. وفعلا ربنا كرمني ساعتها جدا. ده وانت هناك؟ وانا هناك. تمام. اترفضت من الجامعه بس قبلوا بعديها في المركز الايه؟ الجامعي اللي هو الكبير بقى اللي بيرأس اللي هي رئاسه الجامعات كلها. ذاكرت. عايزك تزود اللقاء شويه لان الوقت اتزنق. تمام. ذاكرت سيلف ستادي ونجحت وقدمت. ما رجعتش القاهره وكملت في بريطانيا؟ وكملت لحد ما خدت الماجستير. خدت الماجستير من هنا. طب هبقى محتاج اعرف انت عملت ايه في السوشيال ميديا؟ ازاي عملت شركه وشغلت ناس؟ بس لازم اطلع فاصل وارجع للاستاذ شرف علشان ندخل في قلب التجربه بقى، يعني انت طورتها ازاي وقدرت تنجح وتعمل فلوس وتفيد البلد. نلتقي بعد الفاصل.